المرسى البحر المخفي في نيوم، أو هكذا سيكون. بصراحة المنظر لوحده مبدع. الله يحسسك بالراحة النفسية. طبعا دي المراكب ودي السفن ودي اللانشات. وده هيكون شكل المبنى. ده المباني الهندسة. ده 3 دايمنشن. لا خليك فوق، خليك فوق، هات المبنى. ده المشروع. اشرب ده المشروع. خش على اليمين. خش على اليمين كمان ده تكتب.